نحو سود في ظل قيادة المرأة وفي ظل تمكين المرأة وفي ظل وجود المرأة وهي تأخذ كل حقوقها في وضع آمن ومستقر إن شاء الله لكل سيدة بتتابعنا الآن عبر صباح الخرطوم. من جديد مرحبا بكم وسعيدة جدا في هذه المساحة أيضا نناقش عدد من المحاور تهتم بالمرأة وتختص بالمرأة ومحاور مهمة جدا في ظل الدولة المدنية. نتمنى إنها هي تجد المرأة كل الحظ من الحقوق المفروض هي تكون موجودة في كل المجتمع السوداني وعند كل سيدة سودانية. سعيدة جدا اليوم بوجود الأستاذة آمنة آدم فاشر منظمات المجتمع المدني وناشطة حقوقية في مجال المرأة والفتيات وبمرجعية قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة المرأة الأمن والسلام. دكتورة آمنة مرحبا بك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا، صباح الخير لفضائية الخرطوم، أهلا بكم، هني كل العالم باليوم العالمي للمرأة، وتهنئة خاصة لنساء السودان المناضلات الفاضلات، أمهاتنا حبوباتنا أخواتنا خالاتنا، لهم التحية في كل المعاناة والمشقة الذين يعني عانوه في ظل السنين المضت. صحيح. ونتمنى في ظل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة أن يكون اليوم العالمي للمرأة يوم سعيدا لكل مرأة سودانية وبنت وفتاة وطفلة إن شاء الله يا رب وبإذن تحية الله. تحية خاصة لمناطق النزاعات. نعم. في جنوب كردفان في دارفور. نعم. التحية للمرأة الزاعنة والتحية للمرأة النازحة والتحية للنساء اللاجئات في دول الجوار. نعم، احنا بنحييهم عبرك كمان دكتورة أستاذة آمنة، ويعني هم مثال للمرأة المناضلة، المرأة المكافحة، المرأة المثابرة. يعني دائما عودتنا المرأة الدارفورية بأنها هي تحمل شخصية قوية جدا، تحمل النضال والكفاح حتى في ملامح وتفاصيل حياتها. خلينا بداية في اليوم العالمي للمرأة، هو من خلاله نقدر يعني نوضح جزء من حياة المرأة في السودان، من وضع المرأة في السودان، وبداية باليوم العالمي للمرأة. طيب، اليوم العالمي للمرأة هو يوم جرت العادة يقام في دول العالم كله 8 مارس سنويا، هو يعني احتفال وتكريم لنضالات المرأة ويكافح المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولدور المرأة الفعال التي تقوم بها. هذا هو يعني بمثابة مكافحة للنساء. صحيح. أقيم. صحيح. هذا اليوم في كل أرجاء المعمورة. نعم. ليوفينا النساء حقهن ولو حتى دمبوا في النساء حقهم. صحيح. نعم. هو اليوم العالمي للمرأة أكيد ما بيوفي المرأة حقها، لكن بيبقى هو تعبير عن شكر وامتنان ومحبة خالصة جدا للمرأة. المرأة تحت شعار القيادة هذا العام، والمرأة القيادية ودورها في المجتمع، تمكين المرأة من القيادة نفسها ومن أنها تكون سيدة قيادية ناجحة. مسيرة القيادة مسيرة طويلة جدا، مسيرة من النجاح والكفاح. خلينا نشوف كيف يعني تحت شعار هذا العام، تحت شعار المرأة القيادية، وضع المرأة القيادية في السودان واحدة من المحاور المهمة جدا. أستاذة آمنة، أنا أفتكر أنه يعني جاء هذا العام للاحتفال والاحتفائية باليوم العالمي للمرأة 8 مارس، جاء الشعار العالمي المرأة في القيادة. نفتخر جدا بنساء هواء بلادي. أفتكر المرأة في البادية والحضر هي مرأة قيادية حتى الما متعلمة. صحيح. هي قيادية بإدارة شؤون أمرها في بيتها بتربية النشأة، هي قيادية في إنها تدير أمر المجتمع كله، هي قيادية بإنها تجيب في ثورة ديسمبر. صحيح. لتضحض الحكومة الظالمة، هي قيادية بإنها تصابر في صف العيش، هي قيادية بإنها تكون تعبانة وجارية في المواصلات، هي قيادية بإنها تصبر وتدي البسمة لكل السودانيين والأجانب. هي المرأة السودانية قيادية متعلمة، كانت أم راحلة، كانت أم زاعنة، كانت أم مستقرة، أم راحلة، أم لاجئة، أم نازحة. هي مرأة قيادية بحق وحقيقة، وأنا أشكر كل النساء
القياديات اللي سموهم بالمنهج العلمي إذا كان في الجانب الاجتماعي أو الجانب السياسي بجهد المقل بجهد المقل يظل يعملا عشان يخلوا إنه صوت المرأة يكون طالع، يخلوا إنه المرأة تمكن في احتياجاتها وحاجياتها، يخلوا إنه المرأة يعني تاخذ حقها بالتساوي مع الرجال. نعم جميل، وصراحة يعني يمكن كلامك بيهبش فينا حتات كثيرة جدا واجعانا نحن كسيدات في مجتمع يعني كل الأعوام السابقة نحن في معاناة كبيرة جدا، ظلنا فترة طويلة جدا إنه نحن بنعاني من عدم تمكين المرأة في القيادة، ظلنا نعاني من عدم حقوق المرأة، عدم وجود حقوق المرأة في المجتمع السوداني ككل. بالتأكيد وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية عندها دور كبير جدا بالاهتمام بالمرأة وجوانب المرأة عديدة جدا، فخلينا نشوف الشراكة ما بين دكتور أستاذة آمنة ووزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية. طيب، وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية المرأة، ووحدات كثيرة جدا بتكون المرأة داخلة فيها، هي إذا صح القول بالبلدي حقنا أقول هي الأم الرؤوم بالنسبة للنساء. ووزارة الرعاية الاجتماعية يعني تبذل قصارى جهدها واحدة من الدول، السودان واحدة من الدول اللي بتحتفل احتفائية كبيرة بهذا اليوم، تجتهد عشان تغطي كل السودان عبر شراكات منظمات المجتمع المدني والناشطات وكل الجهات ذات الصلة، بتقوم تعمل تنسيق كبير جدا عشان الناس يعملوا الاحتفائية دي من المركز وحتى الولايات والمحليات، بيكون في أشكال مختلفة. بعملوا كده ليه؟ عشان يقوموا يشوفوا مدى التقدم المحرز بالنسبة لتقدم النساء نفسهم، مدى التقدم المحرز في الجانب السياسي، مدى التقدم المحرز في الجانب الاجتماعي، مدى التقدم المحرز في الجانب الصحي والأمني وكل مناحي الحياة. فهي بتعمل جاهدة عشان تقوم تعمل ورش، عشان تقوم تقعد مع عادات مستديرة، عشان تقعد مع النساء بكل قطاعاتهم بكل ألوان طيفهم في كل السودان، عشان تتحسس وتتلمس إنه احتياجات النساء شنو بالضبط، وهم دايرين شنو، والتخطى ليهم شنو، والما اتخطى شنو، وكيف تحاول تساعدهم توصل رسالتهم لمجلس الوزراء للمجلس السيادي عشان النساء يعني يقدروا كاهل المعاناة اللي وقع عليهم لفترة طويلة يخفف عنهم. أشكر وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالرغم من إنها يعني هي وزارة زي ما تفضلت قلت هي الأم الرؤوم، ولكن برضه ينقصها يعني توفير الميزانيات. يعني ما بتكون عندها ميزانيات ضخمة عشان تقوم تنزل للنساء، ولكن جرت العادة بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة، بحاولوا إنه يسهروا هذا هو يوم المرأة. بقول للمرأة ينتفضي، قومي، ده يومك، طالبي بحقك، شوفي إنك وين، مساواتك مع الرجال في ظل تمكينك، في ظل الحماية حقتك، في ظل احترام حقوقك. صحيح، يحركوا المشاعر في النساء. صحيح. ومن خلال صباح الخرطوم لليوم أستاذة آمنة، نحن حابين نقول لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية أنه المرأة لسه في السودان منتظرة الكثير من هذه الوزارة ومن هذه الجهة اللي تعنى وتختص بجانب المرأة. يعني نحن نتمنى أنه المرأة السودانية تحديدا تلقى وضعها وتعيش في أجواء تستحقها. تكلمنا في بداية حوارنا عن المرأة الدارفورية ووضع المرأة الدارفورية الآن، وأنت ناشطة حقوقية في مجال المرأة والفتيات. كلمينا شوية عن وضع المرأة الدارفورية، الأوضاع الآن في دارفور، المجتمع ودور المرأة في دارفور، والمرأة القيادية في دارفور. التحية لحواء بلادي في دارفور. أنا أفتكر إنه دارفور يعني عانت يمكن يكون 30 سنة كانت المرأة الضحية. المرأة هي ما بتشارك في المؤامرات،
والإقصاءات، ما بتشارك في الانقلابات، ما بتشارك في إنها تعمل تقويض لنظام دستوري، ومع ذلك كانت هي الضحية. يعني اتهموا المرأة في دارفور بأنها تصنع القذاء للحركات الكفاح المسلح، وكان الرصاص لا يعزل طفل ولا امرأة. نساء دارفور عانوا كثير في الظروف اللي هم المفروض يكونوا يعني في ظل من الرفاهية والطرف. هم كانوا في السنين المضت يعني كلهم دمعة ودمع، كل النساء كانوا، وكذا الحال في كل مناطق النزاعات، إذا قلتنا الشرق أو جبال النوبة أو النيل الأزرق، النساء يا هم النساء عانوا في ظل الحروبات الأهلية، في ظل ظروف الانتشار السلاح، في ظل المرأة في دارفور مع ذلك يعني هي صمدت وكانت قوية وأثبتت بجدارة قوة المرأة الدارفورية، إنها تلم أولادها وتجري في معاش أولادها وتجري في إنه تلقى فرصة عشان أولادها يتعلموا، صحيح، في ظل الظروف حق مخلفات الحرب والآثار اللي بتكون ناجمة عن مخلفات الحرب. يعني كان نساء كثير ممكن أولادهم يكونوا هم مشردين، صحيح، يكونوا هم في السجون، لكن أثبتت بجدارة النجاح ونجاح أبنائها. جميل. يعني بجد يعني نحيي المرأة في دارفور ونحييها في ظل القبلية الطاحنة اللعينة اللي هي أرقت كل السودان، ولكن أنا فخورة جدا أني من دارفور، وأنا فخورة جدا أني أنتمي لهذا السودان الكبير. ونحن فخورين أنك تكون اليوم معنا أستاذة آمنة آدم الفاشر، سعدت جدا بوجودك معنا. التحية للمرأة الدارفورية، التحية للمرأة السودانية وحواء السودان اللي هي دائما عندها بصمة واضحة جدا، زي ما ذكرنا أنه هي إنسانة قوية، إنسانة صامدة، مثابرة، نجحت في كل المجالات وكان لها بصمة ودور كبير جدا، ولسه منتظرين كثير من المرأة السودانية. نحن سعيدين بك جدا، وسعدنا بوجودك معنا عبر صباح الخرطوم، أستاذة آمنة آدم الفاشر، منظمات مجتمع مدني وناشطة حقوقية في مجال المرأة والفتيات بمرجعية قرار مجلس الأمن 1325، والمرأة السلام مرة أخرى، والمرأة الأمن والأمان والاستقرار. فاصل ونرجع نتواصل إن شاء الله مشاهدي الأكارم.